بيوزع نفحات الخير على كل المنيويه هنا داخل المحافظه، واللي بيقدم دايما مشاريف لكل الناس سواء رسوس او صوبيا او غيرهم. هنتعرف النهارده على عم صلاح وقصته من البدايه ونشوف الاقبال الجميل جدا عليه هنا، يعني في ايام الايام الجميله اللي احنا فيها زي وقفه عرفات وعشر ايام ذو الحجه ورمضان. كل الايام دي كمان تسوى عاشوره بيقدم نفحات الخير دايما في الايام دي لكل الناس. الناس يمكن بتستناه دايما من السنه للسنه من في الاوقات دي علشان يجربوا العرق السوس الجميل اللي هو بيعمله، وحاجه لوجه الله تعالى وحاجه جميله كل الناس يعني بتحب تيجي هنا وتاخد منه الحاجات دي. بقاله يعني 20 سنه في الرساله اللي بيقدمها دي لكل الناس. ايه ده صلاح حبيبي عم صلاح ده كده العرقسوس ده من الاخر. العرقسوس ده زي الافيون عند الناس. عم صلاح ابيض يا عم الحاج صلاح هاتي قدام طيب ركزي. لا لا مش هيك على اي حاجه الدنيا كده. شربوا منه في ايام الخير وايام ربنا مبارك فيها. ربنا النهارده يعمل صلاه. النهارده عايزك الف الف كل سنه وانت طيب عشان الراجل دوت كويس جدا جدا مع الناس. بقى كام سنه كده؟ انا دي 40 سنه. احنا دي انا 15 سنه بقى عندي. يا جيران حبيبي ربنا يعطيك خير يا رب ويجمعك النهارده عم صلاه يجعل في ميزان حسناتي يا رب وتعود عليه الايام بخير. عم صلاه والكشر الرعايه والمرض ورمضان جامد مثله. الناس كلها بتدرس ده شيء من عند ربنا يعني. ما نعرفوش كتير بره بس ده حاجه ربنا محليها. بتحبوا تاكلوا من هنا بركه بقى؟ لا اه من زمان. هو الراجل من زمان الله يستر الله يستر ربنا يكفيه شر العون. لا تعالى عم صلاح بتاع الغلاية بقى. بتاع ربنا ده بتاع ربنا ده بتاع ربنا يا حي بتاع ربنا. شويه
ايه يا ايه يا معايا 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 احفاد مش عايز احفاد متجوز ده تمام معايا معايا احفاد متجوز انا حفيد اه ده حفيد الهجل ده التخين ده حفيد ايه والله ربنا يبارك لك الله يخليك هتعمل زي جدك بقى هتعمل بعمل عند الحميات في البيت الحميات بيعمل حاجه لله اه اكل وحاجات الحمد لله ده من فضل ربنا علينا يلا اخي سبع عشان نمشي اتفضل بقى على حمد تعال من بره تعال من بره بتعمل ايه غير العرس سوسي انت بيبقى في فول في وجبات في لحمه في فراخ في رمضان او في الضحيه او في اي حاجه يعني اطعام ومشاريب مش ده كله من فضل ربنا في ناس بتساهم وبتبعت واحنا بنوزع للناس اللي هي ايه محتاجه يعني المستحقه لان معايا كشف بيهم على هو في مين بيساعدك بقى في الوقت هنا مين اللي بيساعدك هنا في الوقت كله الحبايب كلها بتساعدني اي حد ومسلم كله شغال معايا ما من فضل ربنا على واحد الحمد لله رب العالمين يعني معايا جمال فخر الميري ده بقاله 25 سنه معايا عم جمال كان موظف في الشؤون وكان يطلع من الشغل يجي عليا وربنا يخليه له عياله عم جمال سلم عم جمال كده نشوف ازيك عم جمال عامل ايه هو ده جمال كل سنه وانتم طيبين عايزين ده يعتبر خالي خالي ما بقولوش غير خالي خالك ولا ابوك لا خالي ما بقولوش غير خالي كل سنه وانتم طيبين كنت شرفتونا عايزين نشوفكم دايما على طول في كل عيد وفي كل مكان ويا رب ما نحرمش منكم اكتر من 25 سنه بقت دي جاي انا عم صلاح اخويا الكبير وخالي وزي الفل فجيت في مره لقيته ايه بيعمل ارجسوس كان لوحدي فرحت داخل معاه وساعد من ساعتها والله اديك شايفه كده الواحد الحمد لله هنا واحد لا ما عندناش كلنا واحد احترامي ليك يمكن انا شوف اول واحد بالنسبه لعم صلاح وبعد كده في عمار وحماده وبتاع انا يمكن اول واحد بالنسبه لي وانا اللي باجي بدري اجهز كل حاجه قبل هم ينزلوا نبتدي نوزع ما عندناش الموضوع ده انا حضرتك نشوف انا اول ما عرفت جيت جاي على طول يوم الاحد تروح تصلي في الكنيسه وتيجي تساعد عم صلاح رمضان على طول الصبحيه وبعد الدور هنا الناس كلها تعرف ما عندناش احنا في عشان حي شعبي تربينا ان احنا كلنا واحد كلنا بنحب بعض كلنا بنساند بعض الناس كلها دي حضرتك انت جيت لما انا كنت غايب شويه كله كان بيسال احنا كده ولفنا خلاص كلنا اخوات كله حبايب هنا هنا المحبه كل سنه وانتم طيبين فرحه الناس اللي كنت تسعد الناس هقول لهم كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير ويا رب كده كل سنه بخير على مصر واهل مصر ودايما نكون بخير ودايما كل الناس تبقى فرحانه يا رب وكل سنه وانتم طيبين عودة الايام بس من الساعة 5 خلي بالك انا شغال اثنين يمشوا ازعل لما وجيت كده بس كفايه هناك ناس شفت الناس الدنيا الناس بتجي لك من كل مكان عشان تاخد الدنيا والله انت اللي بتزعل عايز حقك عليا انت اللي بتزعل لما الحاجه ايوه طبعا مش هما اللي انت بتزعل اكتر منهم وهم بيبقوا فرحانين وهم معايا وهم ماشيين بيبقوا مبسوطين يعني وزعلانين عليا وانا ايه لما بزع ربنا يديك الصحه الله يكرمك تقول لي الناس النهارده ايه؟ ويستر عرضك بقول للناس كل سنه وهم طيبين وربنا يشفي المرضى ومرضانا ومرضى المسلمين ويرحم امواتنا واموات المسلمين لان الدعاء اللي احنا حاطينه ده هو اللي ماشي عندنا ايوه ده دعاء حاطينه صدقه جاريه على روح امواتنا واموات المسلمين دي صدقه جاريه اللي انتوا بتعملوها على روح الاموات المسلمين واموات المسلمين وربنا يشفي كل مريض يا رب وكل سنه وانت طيب يا حبيبي عيش كل سنه عيش يا حبيبي يا عم تفكير يا ربنا الحمد لله يا عم معلش انت جاي متاخر قوي يا جماعه معلش يا عشوله ربنا يديك الصحة يا عم صلاح أحفادك بدأوا يعملوا زيك كده في نفس المشروع ده بالنسبة للبنات بيشتغلوا معايا جوه في البيت
يغسلوا الحاجة وينظفوا الحاجة يجهزوها من قبل يجهزوها من الصبح من الصبح ها؟ ان انا يقعوا العين يسوسوا الحاجات دي بقى المواعين يغسلوا المواعين وانا اكون بسيت العين يسوس واحطه في الشمس وتحطه في الشمس لازم يتحط في الشمس ويتغطى بالشاي وبعد كده نيجي الساعة 5 نلعقه ونبتدي نشتغل ده سر المهنة ده يا عم صلاح ده سر المهنة والناس كلها والله بيقولوا سبحان الله بنجيب العرجسيس من بره عم صلاح غير العرجسيس بتاعه اقسم برب العزة خالد شجاوة جاب العرجسيس دلوقتي وجاي فما كانش يعرف ان انا بدي العرجسيس فقال له والله العظيم ما اشوف اي حد ياخد الكيس ده وهاجي اخد العرجسيس لان بحب العرجسيس بتاعك والعيال في البيت بيحبوه فالحمد لله كله ده سر من عند ربنا لا ده حاجه بتاع ربنا لا بنبيع فيها ولا بنشتري دي مساهمه من الحبايب كلها سواء مسيحي سواء مسلم سواء اي حد سواء فقير سواء غني بيبعت وده من فضله هو من فضل ربنا على الواحد اللهم لك الحمد يعني لو الناس اللي في ناس بتروح توزع لها في البيوت او في المساجد او في بنوزع للناس في البيت بتوزع الناس اللي هم ما يقدروش اللي هو جمال فخري بيروح يوجه لهم لحد البيت عم جمال يروح يوجه لهم لحد البيت الناس اللي هي ما بتقدرش تنزل لا ما بتقدرش تنزل يعني عواجيز وكبار في السن لان طبعا معانا من زمان فطبعا كبروا وما بيقدروش ينزلوا فاحنا ايه بنوصلوا لحد البيت بس البيت. النهارده شامبوني عشان جمال جه متاخر كنت شطبت يا عم جمال عملت ايه شامبوني النهارده شامبوني لا ان شاء الله هو السبب هو واحد محمد صلاح خلي بالك يسكر تعبان جدا بقاله فتره وانا النهارده جيت وبتاع ما كانش احنا بنعمل 9 ايام فلما ما عملش دايما في الضحيه 9 ايام اسبوع يعني فانا حاسس في يقين ان هو تعبان مجرد ما عرفت نزلت لما اقول لك جاي انت مش عايش هنا انا عايش لا يعني بعديك فتره كده يعني هاي مكه عندك ايه عم صراحه تشتكي من جسم مهمل كده ما اعرفش عن شوية كده سن بقى ويوسكر عندي 9 سنة يعني داخل على 70 ما شاء الله عليك ربنا يديك الصحة اللهم لك الحمد ربنا يديك الصحة يعني ده السبب غير كده احنا بنعمل كميات جامدة فلما كده انا اول ما عرفت جيت على طول لان انا يعني هو الحمد لله دي نعمة من عند ربنا ربنا يديكوا الصحة دايما وتعملوا في الخير دايما ونشوفكوا كده على كل سنة وانتم طيبين انا عايز اقول لك ربنا يعزك ولا تعمل زي بتاع ابو رجاء بصوا معانا لا لا موجوده يعني عايزين متابعي موقع بصراحه الاخبار يعني كنا عايزين متابعي موقع مباشر مصري يعني كنا بنتابع معاكم النهارده من عم صلاح ونفحات الخير اللي بيقدمها دايما هنا في شوارع محافظة المنيا ولكل الناس بتستناها من السنة للسنة يعني مش بس في الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي مش وقفة عرفات لكن كمان في أيام رمضان والأيام المباركة يعني العشرة ذو الحجة ووقفة عرفات وتسوعة وعاشورة كل الأيام المباركة دي بيقدم فيها دايما نفحات الخير اللي بيقدمها لكل الناس وبيقول إن هي صدقة جارية على روح أمواتنا المسلمين جميعا انا كنت النهارده معاكم من داخل محافظه المنيا من موقع مباشر مصر بشكركم لحسن المتابعه